هنا في ملعب الجنوب. يضرب بالهدف الثالث. من ارتدى قميص الكبار؟ الوداد والهلال والزمالك والريان. هو بالشرقي يتقمد صراحة. برافو دفاعات الشمال المتماسكة لكن عانق على التمريرة الخطيرة. بوفال للهدف ومنضبط جدا يا عيني على الباص الجميل جدا ومش اوفسايد. بالشرقي تاني والثالث بالثلاثة. بالشرقي يضرب بالهدف الثالث والرهيب يقدم لمصلحة الريان في الجهة اليسرى. مرور ممتاز هنا ردة الفعل. المرور من عبد الله مستمرة وقائمة لمصلحة نادي الريان. البحث عن التسديد. شرقي بن شرقي بن شرقي. لفوا دار. لا 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 لا. هذه الكرة لكن اشرف بن شرقي بيخلصها من امام عبد الرحمن. يمر اشرف بن شرقي قدم هجمة مرتدة الان. مرور من الاول. مرور خطيرة. شوف قطع الكرة من وين؟ من وهب بن شرقي. راح بن شرقي عرضية وبن شرقي أتى من القافية. عادت ريانية. محاولة ريانية. خطورة ريانية. لا 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 لا. رهيب رهيب في الملاعب. هذا النادي الجماهيري نادي الريان يا بوفال في ناحية اليمين. العرضية من بسام. يا عيني بالشرقي وبالغربي وبالشمالي ياكو في العمق. راح بالشرقي بالشرقي وصل بالشرقي وسدد باليمنى لكن ايضا مشعل برشام ترى برشام لمسه والتي ستحدثنا عن قوة نادي الريان وشخصية اللي تعادل أمام الشارجة وقبلها أمام بني أشرف. بن شرقي الله الجزيرة الأصل في اللعبة اللي فاتت. وادي الباص اللعب على المساحة. يا جمال ويا جمال عملها له بن شرقي. روعة. ولكن مقطوع الكرة في وسط الملعب. مرور بشكل جميل. عرضية رودريجو. ذكريات الأيام الجميلة مع الزمالك. شرقي وحده لكن في الثانية ثناها ابن السلطان. الله على نادي الريان. مثلثات الموجودة العالية بالرأس اللي كانت موجودة حتى إن كان هنالك أوفسايد فهي مرد على نادي جزيرة. خطير أشرف بن شرقي يقدر يعدل. خطير لعيب يا ولد بدون أوفسايد بس الترقيصة يا ولد عليك. لعيبة ولد مترب تاني. بن شرقي اللعيب اتمسمر قدامه ليه؟ لانه لعيب يا عيني اسيست عظيم وقادم من الخلف للامام. جابريال يحاول بيريرا لمسه الى امام. من جديد الان لاشرف بن شرقي. مرور ممتاز خطيره. اشرف بن شرقي النجم الكبير المغربي ناجم نادي الزمالك المصري السابق ايضا. خلها امامك يا بن شرقي لا تحتاج الى توصيل. وصلت الى اشرف. اشرف حلوه الكره لكن ردت فعل امارو. ضربه ركنيه لصالح الرهيب. ضربه الراس وضربه ركنيه من جديد. اشرف بن شرقي بعد ذلك في هذا المكان. المهاره اشرف. هديه تقدم المغربي اشرف بن شرقي ياتي بهديه هدف محقق. هنا فرصه حاضره للهدف الاول. اشرف بن شرقي وعلى طول بالقدم اللي عبرت بجوار القائم الايسر. طبعا النقطة 27 ويبقى فارق الخمس نقاط. الله بن شرقي ياتي بالثاني. وصلت الى بيريرا العالية الى الامام وظهر اشرف بن شرقي. الله على اللعبة المقوسة الحلوة. حلوة العرضية كانت وحلو تمركز اشرف. ما تلاقيها هذه خطأ. الله من مباراة يا له هنا بالقدم اليسرى. فترة طويلة جدا لكن رد عليه بن شرقي عند بيريرا. من
الثاني ملعوبة. لا 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 كرة في لقطة المافيا من أمامي. لاعب الشرقي هو ده المطلوب، الجبهة الشمال هذه الخطورة، تحديد عايز يجي على يمينه ويصوب يصوب على فتاتي بأقدام أشرف بن شرقي. بن شرقي بن شرقي يعيد مرور رائع وتمريرة، هدف رابع ريان رائع. يا سلام عمر علي السلام والجزء 2-1 الهداف علي صواب يبدو ذلك. هذه تحضير فرصة الهدف الثاني، الهدف الثاني والمنهالي كريم بن شرقي والمنهالي فأمام نادي الريان، لكن سيسجل نادي الريان سيسجل. بيحاول أشرف يتقدم بمر الكرة لتباتا، تباتا لمسة في هذا المكان ليوناردو غاردم نايف عبد الرحيم لعبة داخل منطقة الجزاء فرصة أحمد الراوي في مرمى الشمال لقاء الفوز 4-3.